بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم عن أزوماكس. طبعا الناس كتير بتدور على مضادات حيوية تكون قوية، بتكون بتجيب نتيجة بسرعة. أزوماكس من المضادات الحيوية دي اللي هي قوية وبتجيب نتيجة بسرعة. أزوماكس كبسولات يحتوي على مكونات فعالة مثل أزيثروميسين، دايهايدريت، ومكونات غير فعالة. هي مكونات الغير فعالة دي زي نشا الذرة، سترات، مغنيسيوم، تيتانيوم، ثنائي الأكسيد، لاكتوز، جيلاتين. يعتبر أزوماكس من المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم لعلاج التهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد الشديدة اللي بتصيب الناس في فصل الشتاء وبدرجة كبيرة، وفي فصل الصيف بدرجة أقل. نزلات البرد الشديدة ونزلات والتهابات الجيوب الأنفية، أزوماكس هو مضاد حيوي فعال لهذه الالتهابات. ومن خلال هذا الفيديو هنتكلم عن أزوماكس. طبعا أزوماكس يستعمل لي أول حاجة محاربة البكتيريا الهوائية الضارة في الجسم، يعني الهوائية اللي بتنتشر عن طريق الهواء. أيضا للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة التي تساعد في انتشار الأمراض الجنسية المعدية في الجسم. أيضا يستعمل أزوماكس للتخلص من العدوى الجرثومية بالجهاز التنفسي العلوي اللي هو الأنف والبلعوم وهكذا. ومن أهمها التهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللوزتين والتهاب البلعوم اللي هم زي ما قلنا الجهاز التنفسي العلوي. معالجة العدوى الجرثومية الموجودة في جلد الإنسان والأنسجة الرخوة الموجودة في جسم الإنسان. أيضا علاج التفاقم الجرثومي الشديد للأمراض الرئوية المزمنة. أيضا عدوى الجهاز البولي التناسلي عند الذكور والإناث. أيضا القرحة التناسلية التي تعرف باسم القرحة اللينة. كل هذه الأدوية يساهم ويعالج أزوماكس هذه الأمراض. يتم تناول الجرعة قبل الطعام بنصف ساعة أو بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل. ليه؟ لأن قدرة الامتصاص لأزوماكس هتكون قوية يا إما قبل الطعام بنصف ساعة أو بعد الطعام بساعتين، عشان المعدة والأمعاء الرفيعة والأمعاء الغليظة يحصل فيهم امتصاص للمادة الفعالة الموجودة في أزوماكس. في العادة تكون الجرعة للبالغين من ضمنهم كبار السن ومن يزيد الوزن عن 45 كيلوغرام 1.5 جرام من أزيثروميسين اللي هو المادة الفعالة الموجودة في أزوماكس. ويتم استخدام الجرعة عن طريق الفم زي ما قلنا كبسولات بمقدار جرام في معالجة الأمراض الجنسية المعدية التي تسبب كلاميديا تراكوماتيس. بالنسبة للكبار والبالغين الذين أوزانهم تزيد عن 45 كيلوغرام، من الأفضل تناول جرعات مختلفة لمدة 3 أيام، وتكون الجرعة 500 ملي جرام أزيثروميسين بشكل يومي، أي كبسولتين دفعة واحدة. لأن أزيثروميسين اللي هو أزوماكس يكون تركيزه 250، يعني احنا اللي بنتكلم عليه النهارده ازوماكس 250 اللي هو ازيثروميسين 250، ويكون العلبه فيها 12 شريط، 12 كبسوله، شريط في 12 كبسوله.
أو شريطين فيهم كل شريط 6 كبسولات. بالنسبة لل هناك علاج بديل أو خطة بديلة لاستخدام نفس الدواء اللي هو أزوماكس أو أزيثروميسين. في اليوم الأول نستخدم كبسولتين، طبعا زي ما قلنا هو بتركيز 250، في اليوم الثاني كبسولة واحدة، في اليوم الثالث كبسولة واحدة، وهكذا حتى اليوم الخامس، وهذه الجرعات تكون مناسبة لأمراض الجهاز التنفسي. طيب بالنسبة للأزوماكس، هل له آثار جانبية؟ طبعا له آثار جانبية، إن هو يتأثر بالأدوية الأخرى، وأيضا يتأثر الجهاز الهضمي ببعض الأعراض نتيجة تناول أزوماكس أو أزيثروميسين، ويأتي ذلك على هيئة غثيان أو قيء أو إسهال أو عسر هضم. تمام، وهناك أعراض غير شائعة مثل حكة جلدية، طفح جلدي، تحسس في الجلد، وذلك نتيجة تناول أزوماكس. أيضا يمكن أن يحدث توعق وإرهاق وتعب ونقص في صفائح الدم والتهابات في المهبل لدى السيدات، ولكن هذه الأعراض كلها نادر حدوثها. طيب إمتى نقول ما نستعملش أزوماكس؟ هل في ناس ممنوع عليهم أزوماكس؟ طبعا لا يتم استعمال هذا الدواء للمرضى الذين لديهم حساسية تجاه مكونات الدواء، يعني لديهم حساسية تجاه أزيثروميسين، وطبعا ده مع كل الأدوية. عندك حساسية ضد البنسلين ما تاخدش بنسلين، عندك حساسية ضد أي مركب كيميائي أو أي مادة دوائية سواء كان كبسول أو حقن أو أي حاجة ما تاخدوش، لأن هيسبب لك تورم في الجلد، وهيسبب لك حساسية عبارة عن سخونة وحاجات تانية، وطبعا يمنع تناول هذا الدواء لمرضى أيضا الكبد الحالات الشديدة، وأيضا يمنع استعماله للسيدة الحامل والسيدة المرضع إلا في ظروف قصوى عندما تكون حياة الأم مهددة بالخطر. أيضا بعد انتهاء صلاحية الدواء، لأن أي دواء له صلاحية يبقى مكتوب تاريخ الصلاحية عليه، فعند انتهاء الدواء عند انتهاء الصلاحية يجب عدم تناوله. ليه؟ لأن التركيب الكيميائي بيتغير فيصبح مش المادة الكيميائية اللي أنت عايزها. أيضا يمنع تناول الأطفال الأقل من 6 شهور لأزوماكس، ولا بد من إبلاغ الطبيب عندما تكون السيدة ترغب في الحمل وتخبر الطبيب برغبتها في الحمل، فيخبرها بالاستمرار في تناول أزوماكس أم لا. أيضا السيدة التي تكون في فترة الرضاعة يجب عليها إخبار الطبيب أيضا، أو الامتناع نهائيا، لأن أزوماكس وأغلب المضادات الحيوية يتم إفرازها في حليب لبن الأم ويصل للطفل. وإذا كنت أيضا المريض يعاني من آلام في الكلى أو مرض في الكلى أو مرض في الكبد، فيجب أيضا أن يعلم الطبيب بذلك، ويتسبب تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة بمشاكل للمريض. طيب ما هي دواعي استعمال أزوماكس كبسولز 250؟ طبعا احنا عشان نعرف دواعي الاستعمال زي ما قلناها في بداية الحلقة او في بداية الفيديو، فإن أزوماكس يعتبر من الأدوية واسعة المجال، وهو مضاد حيوي من قوي، ويستعمل بشكل جامد، يصفه كثير من الأطباء لأنه مادة فعالة قوية، واللي أكبر مادة فعالة الموجودة فيه زي ما قلنا الأزيثروميسين لنزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، وأيضا عدوى الجهاز التناسلي وعدوى الجهاز التنفسي والأنسجة الرخوة، وأيضا العدوى الجرثومية المتواجدة في الجلد والأمراض الرئوية والتهاب البلعوم، التهاب اللوزتين، التهاب الجيوب الأنفية، والكائنات الدقيقة التي تكون
تنتشر نتيجة ومتعلقة بالعملية الجنسية بين الرجل والمرأة. الجرعة المعتادة زي ما قلنا 1.5 جرام، ده للأشخاص البالغين زي ما قلنا، ويتم زي ما قلنا أخذ الجرعة قبل الطعام بنص ساعة أو بعد الطعام بساعتين. ولو كملنا كلام عن أزيثروميسين أو أزوماكس، فإن أزوماكس يطول الكلام عن فوائده، لأنه هو يتوفر في جميع البلدان العربية والأجنبية، وهو من مضادات الميكروبات ومضادات البكتيريا، ويستعمل في الحالات القصوى نتيجة تفاقم الجرثوم الحاد في الأمراض الرئوية المزمنة، وأيضا عدوى الجهاز التنفسي، وأيضا عدوى الجهاز سواء كان الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، وأيضا مرضى الحوض الالتهابي والتهاب عنق الرحم والتهاب المهبل. كل هذه الأمراض وعدوى الجلد والقرحة التناسلية الناتجة عن المستديمة الذكرية. وأيضا قلنا إن هو يستعمل في التهاب عنق الرحم والقرحة التناسلية، والآثار الجانبية زي ما قلنا يمكن أن يحدث إسهال أو يحدث قيء أو يحدث مغص أو يحدث أي مشاكل يمكن أن تحدث لي، ولكن هذه المشاكل نادرة الحدوث ويمنع استعماله زي ما قلنا للمرضى الذين لديهم مشاكل في الكبد أو في الكلى. الجرعة الزائدة من أزوماكس أو أزيثروميسين قد تسبب أعراض، في الأعراض دي تتمثل في قيء، ألم في البطن، إسهال، وطبعا علاجها هو التوقف عن تناول الدواء والانتظار حتى تخف هذه الأعراض. بالنسبة للحمل والرضاعة، هو بالنسبة للحمل والرضاعة يصنف في الفئة باء. الفئة باء هي الفئة الثانية بالنسبة للسلامة على الجنين أو الرضيع، يعني الأفضل عدم استعماله. بالنسبة لبديله، يوجد بدائل فعالة وتحتوي على نفس المادة الفعالة اللي هي أزيثروميسين، ولكن يختلف في الاسم. بالنسبة احنا طبعا جربنا على الانتهاء من الفيديو، هو أزيثروميسين زي ما قلنا وأزوماكس، هو من يحتوي على مواد غير فعالة، نشا وستيرات مغنيسيوم ولاكتوز وجيلاتين، ويستعمل لمحاربة البكتيريا وزي ما قلنا الكلام ده عشان ما نقعدش نعيد ونزيد، والقرحة التناسلية، وبعد كده الآثار الجانبية زي ما قلناها، ويمكن أن يحدث توعك والتهابات والكلام ده. التحذيرات لابد من بالنسبة للسيدات الحامل والمرضى، عدم استعماله إلا تحت إشراف الطبيب أو عدم استعماله نهائيا. وفي نهاية الفيديو أرجو أن أنا ما كنتش طولت عليكم، شكرا لحضراتكم، والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.